أكثر من 650 نوعا من التمور العراقية جرى عرضها خلال مهرجان النخيل والتمور العراقي الذي عقدته وزارة الزراعة، والذي ركز على التقدم الذي حققه العراق في زراعة النخيل، وسط تأكيدات وزير الزراعة على الجهود المبذولة لاستعادة بلاد الرافدين مكانتها كأحد أكبر منتجي التمور في العالم. خسر العراق كثير من النخيلة، ولهذا شرعنا في هذه الحكومة بأن يكون هذا الملف له أولوية كبيرة، وكان هناك دعم كبير من خلال مجموعة من البرامج، برنامج اللي هو الإكثار النخيل النسيجي اللي يتمثل إن شاء الله ب 100,000 نخلة نسيجية من مختبرات عالمية رصينة، وكذلك مبالغ خصصت للإهداء لكميات كبيرة جدا بحدود 400,000 نخلة الآن جاري الإهداء بها للزراعة وإكثارها، وكذلك كل التسهيلات اللي نقدر نقوم بها لمنتجي النخيل والأصناف الجيدة حتى تصدرها إلى الخارج. كل هذه الخطوات حقيقة حتى نرجع العراق إلى سابق عهده. وتسعى وزارة الزراعة من خلال هذا المهرجان إلى تعزيز الاهتمام بزراعة النخيل وتقديم الدعم الفني للمزارعين وزيادة رقعة الأراضي المزروعة وإدخال أصناف جديدة من التمور من أجل إعادة إحياء هذا القطاع الذي تضرر بشدة خلال العقود الماضية. استنبطت الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية والمرغوبة عالميا ومحليا بتكثير هذه الأصناف كما ونوعا من خلال برامج استخدام البرامج الحديثة والتقنيات المتطورة. تعرض لنا كافة الأصناف من كافة المحافظات، من تمور وأصناف النخيل، من النخيل النسيجي والتمور بأصنافه البرحي والمجهول والأشرسي من كل محافظات العراق. مهرجان النخيل والتمور العراقي رسالة مفادها بأن العراق سيعود إلى صدارة الدول المصدرة للتمور من حيث أعداد النخيل والأصناف المنتجة. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية.